أنا برنامج الانتخابي اللي عرضناه للشعب وانتخبتنا الناس عليه أنه إحنا لا نشارك بالحكومة ونتجه للمعارضة الإيجابية، وأتحدث عن نفسي قلت لن أستلم راتب ولا حمايات وأعلنت ذلك، وتمت موافقة الأمانة العامة لمجلس النواب على عدم استلام راتبي. هذا برنامجي أنا اللي أعلنته، وبرنامج مكافحة الفساد وإعادة الإعمار، لن نستلم أي منصب ترفيهي. زين أنتم تردون سوى المعارضة، انتوا قليلين هسا الله ينفخ بصورتكم، انتوا مو هواي. لا لا استاذ، قانون مجلس النواب رقم 13 لسنه 2018 النائب هو مجلس نواب وحده. الان احنا احنا جاي نشتغل من حدود سوريا، رحنا جولات تفتيش على الارزاق الجيش العراقي، وذهبنا الى البصره، ورجعنا الى ديالى، وذهبنا الى كركوك، وذهبنا الى الموصل، وفي النجف الاشرف زرنا الدوائر، نزور الوزارات. هسه عملنا الرقابي مستمر، متابعتنا مستمره، عملنا على مستوى تقارير الرقابه الماليه، على النزاهه، على مكافحه الفساد، فعملنا مستمر. ما لنا علاقه بتشكيل الحكومه او تشكيل اللجان، أو مجلس النواب لديه صلاحيات ومهام ترتيلية وتشريعية واسعة جدا. أنا بالنجف الأشرف خليت محامين أصدقائي متطوعين حركوا دعوة على الأمين العام لمجلس الوزراء، وحركوا دعوة على رئيس الوزراء، وحركوا دعوة على المحافظ، حركوا دعوة على قائم مقام وعلى مدير البلدية وعلى التخطيط العمراني، وعلى وحررنا كتاب بإقالة إعفاء مدير الاستثمار، وسنقوم بمتابعات أخرى. وحنا وزير الدفاع للدعاء العام حركنا شكوى على وزير المالية، حركنا شكوى على محافظ البنك المركزي، ولدينا إجابات من الدعاء العام ومستمرين، ولدينا فريق من المحامين المتطوعين يعملون بجد وبكفاءة إن شاء الله. فإحنا عملنا مستمر إن شاء الله، وإن شاء الله سنحقق، وحققنا أكو قضايا نجحنا بها إن شاء الله. اليوم أنا أتحدث لك اليوم بالنجف الأشرف بالتعاون مع مديرية بلدية النجف الأشرف، استرجعنا 25 قطعة أرض خدمات سلبني عليها المدارس والمراكز الصحية في مجمع بيتي السياحي اللي كانت فيه قضايا فساد. استرجعنا 25 قطعة أرض بمتابعتنا والتنسيق مع البلدية وفريق من المحامين المتطوعين. اليوم استرجعنا 25 قطعة أرض لصالح محافظة النجف الأشرف. اليوم كنا في مديرية التسجيل العقاري واسترجعنا 25 قطعة أرض، ثلاث مدارس عليها من القرض الصيني، نبني المركز الصحي، لدينا موازنة من 2020، عملنا مستمر إن شاء الله وحققنا إن شاء الله.